المصرية والعربية هذا الأسبوع ذكرى رحيل مترجم معاني كلمات القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية العالم المصري الدكتور حلمي محمد ناصر مؤسس قسم اللغة العربية بجامعة ساو بولو بالبرازيل والذي وافته المنية عن عمر يناهز 97 عاما ذلك بعد أن نجح الراحل في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية وقد كان ذلك في عام 2004 حيث قام بعد ذلك مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة بطباعته. عاد الدكتور ناصر رحمه الله من البرازيل في عام 2015 ليستقر في مصر بعد أن أمضى هناك 55 عاما حافلة بالعمل والعطاء للغة العربية والتعريف بالدين الإسلامي وترك العديد من الأعمال الأكاديمية والترجمة من وإلى اللغة العربية والبرتغالية التي تسخر بها المكتبتان العربية والبرتغالية وعاش محبوبا من كل أفراد المجتمع العربي والمسلم والبرازيلي ولم تفارقه الابتسامة. رحمة الله على الدكتور حلمي محمد ناصر الذي رحل بجسده وبقيت أعماله نبراسا مضيئا لكل من يتحدث البرتغالية. دشن مصريون حملة ضخمة لترشيح حبيب القلوب وطبيبها البروفيسور مجدي يعقوب لينال جائزة نوبل. فهل ستنضم شعوب الوطن العربي والعالم إلى مطلب المصريين ومن بعدهم إدارة الجائزة؟ ذلك لينال الدكتور مجدي يعقوب الذي احتفل الشهر الماضي وتحديدا في 16 من نوفمبر بميلاده 84 عاما تلك الجائزة التي يستحقها منذ سنوات كثيرة مضت. مصريون يقوم بإرسال كفنه عبر اليوتيوب من داخل سجن تبوك حيث فوجئ الشعب المصري والسعودي بقيام شاب مصري يدعى هاني وصفي راغب جندي يبلغ من العمر 31 عاما مسيحي الديانة من أبناء مركز البلاغة بمحافظة سوهاج وهو مسجون منذ 11 عاما بسجن تبوك بالسعودية ذلك بعد قيامه بقتل ابن خالته قام بإرسال كفنه عبر اليوتيوب من داخل زنزانته لخالته والتعهد لها بدفع ما تريده من دية في حدث يحدث لأول مرة. الجالية المصرية كانت على موعد مع بطولة جديدة هذا الأسبوع من خلال تدشين حملة تبرعات لإخراج السجين المصري أبو إسلام والذي ارتكب حادثا أدى إلى وفاة سوداني والمستحق عليه 300 ألف ريال دية. ظل أبو إسلام منذ عام 2014 وهو لا يرى أسرته. ما زلنا مع أهم أخبار المصريين بالخارج حيث قامت ابتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم نشر مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تناشد فيه الجهات الرسمية المعنية بإخراج بيان يوضح السبب الحقيقي وراء تحركات المعاملة الخاصة بزوجها المهندس علي أبو القاسم والمتهم بالترويج والمتاجرة بالحبوب المخدرة والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا وتنتظر أسرته قرار المحكمة العليا إما بتأييد الحكم فيتم قطع رقبته في ساحة الإعدام أو رفضه فيتم فتح التحقيقات من جديد. حملة تضامن مصرية وعربية مع 13 شابا مصريا مختفون داخل سجون سوريا كانوا في طريقهم للعمل بلبنان وتم القبض عليهم منذ 6 أعوام وحتى الآن لا يعلم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنرجع لكم في حلقة جديدة من برنامجكم معاك في الغرب. رافعين شعار بدعمكم إن مهما كان حجم الألم سيظل الأمل. أهلا وسهلا أستاذة أسماء. معنا طبعا ضيفة البرنامج وشركتنا فيه أستاذة أسماء الصياد الغنية عن التعريف في مجال الاهتمام بشؤون المصريين العاملين بالخارج. استاذ اسماء ازي صحتك عامله ايه؟ الحمد لله اهلا بحضرتك. عندنا اخبار مهمه جدا. اتفضل. صح؟ تمام. عندنا الدكتور حلمي محمد ناصر انا بصراحه ما كنتش اعرف عنه حاجه. رحمه الله عليه. الله يرحمه ربه ويغفر له سامحه. اهتمت ال يعني رابطه العالم الاسلامي تقريبا في كل دول العالم بذكراه. تمام. ما شفناش تقريبا عنه حاجه في مصر خالص. بصراحه فعلا احنا عرفنا ان ال أمريكا اللاتينية يعني الجاليات المصرية في أمريكا اللاتينية في معظم دول العالم عملت له نعي لما توفى واهتمت كويس جدا ونزلت عنه الذكرى السنوية كمان بالظبط ونزلت عنه أخبار بخصوص إن هو طبعا قام بترجمة المعاني بتاعة القرآن بالزبط. ترجمة المعاني لكذا لغة بالزبط. ومنها طبعا اللغة البرتغالية
دي حاجة جميلة جدا. انت عارفة كمان ان مكتبة الملك فهد طبعت الكتب بتاعته فعلا، يعني اعتمدتها وطبعتها ووزعتها على كل الجاليات الأجنبية. صح حصل. بس ربنا يرحمه ورب يغفر له سامحه ويجعله في ميزان حسناته. بس احنا طبعا في مصر للأسف ما حدش اتكلم عنه خالص ولا عن الحاجات دي. ما حدش اتكلم عنه، انا ما كنتش اعرفه مثلا. بالظبط. بس فمحتاجين الرموز دي يتسلط عليها الضوء جامد جدا على اساس ندي امل للشباب وبرضه نديهم هم حقهم، لان الناس دي سطرت تاريخ مصر يعني. اكيد. عندنا خبر تاني مهم جدا بصراحة، الدكتور مجدي يعقوب اللي لقبوه بقلب مصر النابض يعني في العمل الخير والإنسان. حقيقي. هل متخيلين ان الدكتور مجدي يعقوب لحد دلوقتي ما حصلش على جائزة نوبل؟ انا مستغربة والله ازاي؟ يعني لما الدكتور مجدي يعقوب مش هيحصل عليه امال مين هيحصل عليه؟ ما شاء الله. صح فعلا. بس يعني احنا كل الخير للإنسانية اللي عمله، ما اعتقدش ان في حد قبل منه كان يستحق جائزة نوبل. هو اليومين دول في طبعا اخبار كتير عنه على الفيسبوك والجاليات المصرية بتطالب، بس عشان تزامن الموقف مع اتمامه عام جديد سنة. يعني ربنا يديله الصحة وطولة العمر ويورينا شباب مصر كتير نماذج شبه الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد حلمي محمد نصر والناس دي، يعني سطروا تاريخ لمصر في العمل الإنساني والعمل الخدمي، وإن شاء الله بإذن الله نلقى نماذج كتير زيهم إن شاء الله. وإن شاء الله كمان يشرفنا ويتشرف هو كمان بجائزة نوبل إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. طبعا إحنا معانا أول خبر في الأخبار اللي ما جاتش معانا، ما كانتش جاهزة في التقرير، وفاة حفيدي وزير التنمية المحلية الأسبق. تمام. ومحافظ سوهاج الأسبق اللواء محسن النعمان. دول توفوا في طبعا بين الاسره وبن يعني بنشاطرهم الاحزان في وفاه الحافدين، لانهم توفوا على اثر ماس كهربائي في مدينه الرياض. طبعا حضرتك عارفه ان فتره المطر والكلام ده بتبقى مشكله في بعض الاماكن، وهم توفوا هما الاثنين اثر ماس كهربائي. طبعا بقاء الضام لله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يصبر اهلهم يعني يا رب ان شاء الله. عندنا طبعا اخبار تانية مهمه. عندنا مواطن مصري اسمه طارق سعد راشد، المواطن ده القى بنفسه من الدور العاشر بتاع الكويت. ده هربا من القبض عليه للترحيل، يعني هو فضل انه يموت عشان ما ترحلش. هو فعلا الموضوع بتاعه ده كبير يعني. طبعا مجلس الشعب، عايز اقول لحضرتك ان مجلس النواب فتح الموضوع ده في كانت النائبه غاده عادل قدمت طلب للرئيس الوزراء ومجلس النواب. تمام. فطبعا هنشرح تفاصيل بس بعد ما حضرتك ان شاء الله تكمل الاخبار. طيب احنا عندنا كمان شرطه الكويتيه تبحث عن شخصين قاموا بالاعتداء على مواطن مصري وهو موجود في المستشفى، قطعوا له شرايينه. عند حضرتك اي خبر عن الشاب ده؟ احنا طبعا عايزين استاذ ياسر في الاعداد يحاول يجيب لنا اسم استاذ ياسر. فعلا هجيب اسم، لكن انا ما عنديش تفاصيل كامله عنه. لكن هو يعني حضرتك عارفه الخبر قراتيه لانه موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. بالظبط. عندنا كمان الجاليات المصريه في الرياض بتناشد رئاسه الجمهوريه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في استمرار عمل المكتب الطبي التابع للسفاره، وقالوا ان ده بيخدم حوالي 2 مليون تقريبا مصري مقيم في حقيقي. المنطقه بتاعت السفاره ده منطقه الرياض. تمام. والمكتب ده تم اقرار غلقه. بالظبط. فلو تم اغلاقه ال 2 مليون دول تقريبا مش هيوفر لهم خدمات، ولا انت شايف الموضوع ايه؟ وطبعا اللي صرح التصريح ده السيد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج. انا طبعا تابعت الخبر واستاذ عادل نزل الخبر فعلا، ولكن انا عايزه اقول لحضرتك ان الموضوع ده يعني صعب جدا ان هم يغلقوه. 2 مليون مصري في الجاليه المصريه في السعوديه، يعني كتير هيتاثروا بالموضوع. طب زي ما احنا متعودين دايما ان كل واحد فينا بيبقى ليه راي مختلف، بس في الاخر هو دي الاراء بتاعت المصريين كلها. مش شايف حضرتك ان المكتب ده يعني كل مصري بيخش المملكه العربيه السعوديه المفروض ان هو مكفول بتامين؟ تامين طبي. بالظبط. فالمكتب ايه بيغطي مين؟ لا يا فندم، في حالات وعندها مشاكل وبيغطي اللي هو بقى اللي خارج عن نطاق التامين، اللي هو رخصته منتهيه، رخصه العمل بتاعته. بالظبط. مالوش اقامه، مالوش تامين صحي، اللي عنده مشاكل فبيقوم بتغطيه الجاليه. في الجاليه عدد كبير يعني 2 مليون مصري مش قليل. طبعا اللي موجود في المنطقه ده حوالي 2 مليون مصري. بالظبط. بس عندنا خبر تاني بيقول القوى العامله الكويتيه، تقريبا متعلق بالخبر الاولاني اللي هو وفاة الشخص المصري اللي ألقى بنفسه من الدور العاشر. بيقول إن القوى العاملة الكويتية تلزم صاحب العمل
تمام بتحويل رواتب العمالة على احد البنوك الوطنيه في الكويت. لا العماله الوفيده يقصد. بالظبط طبعا فعلا. بس فايه الخبر ده عن حضرتك تفاصيل ليه؟ انا عندي التفاصيل ليه ان هم طبعا اصدروا قرار يحمل رقم 26 لسنه 2019 بشان منح اصحاب العمل مهله لمده شهرين بعد قرار اذن العمل. بالظبط بعد ما حضرتك ده العامل الجديد. العامل لكن الجديد القديم خلاص هو ملزم. لا العامل اللي هو لاول مره اول بالزبط. ما يطلع له اذن عمل بيدوله يعني بيدي لصاحب العمل مهله شهرين ان هو يحول له الاجور بتاعته على مؤسسات الدوله المحليه اللي هي البنوك المحليه. ده ضمانا لحق العامل. بالظبط عشان يبقى ضامن ان هو كده كده هياخد راتبه. بالظبط بس ولو ما حولش يبقى في مشكله اوريدي الدوله عارفاها ان ما تمش التحويل. ده حفاظا على حقوق العمل الوفيده بشكل عام. طيب دي حاجه عندنا جميله كويسه. برضه تقريبا خبر تاني متعلق بنفس الموضوع. بيقول لك البرلمان المصري يتصدى لنزيف شباب مصر اللي يعني بالبلدي كده اللي بتنصب عليهم وهم مسافرين للكويت بالاخص. حقيقي. عشان تجاره التاشيرات اللي احنا كنا نوهنا عنها قبل كده. البيزنس بتاع تجاره البرلمان. البرلمان بي 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 بيحتاط بان غالبيه التاشيرات اللي طالعه لدوله الكويت بتبقى طالعه تاشيرات وهميه ومالوش فلوس عمل حقيقيه. بالظبط. بس وفي الاخر بيقعد هناك يا اما مشاكل وبيترحل يا اما بيضيع عليه حقوقه. وإما بياخد ابعاد وبيروح مكبل اليدين وشكله او بينط من الدور العاشر زي الشاب الله يرحمه ربه يغفر له ويسامحه وصبر اهله. بالظبط فعلا مجلس النواب ناقش المشكله دي وطبعا للاسف يعني المشكله دي لغايه الان يعني بيعاني منها عدد كبير من الشباب واحنا من ضمنهم قضيه كبيره عندنا من الكويت. حد نصب على شباب عدد من الشباب عدد كبير من محافظات مختلفه ب 33 مليون جنيه. لم 33 مليون جنيه وبعت عدد بسيط منهم بعقود عمل وهميه والباقيين ما راحوش خالص. طب انت شايفه ان هو الكويت بس؟ هو اكتر حاجه في العقود الوهميه دي الكويت. بس يعني. عندنا عقود وهميه في كل الدول. اكيد طبعا. صح؟ طبعا. ولا هو تصدي للكويت عشان الفتره الاخيره كان عندنا مشاكل كتير جدا خاصه بالكويت. هو الكويت بصراحه الموضوع في الكويت وفي الامارات يعني احنا كان عندنا قضيه كبيره اصعب من كده في الامارات وكانوا نايمين في الشارع. وممكن عشان دايما احنا بنحاول نتخذ قرارات الدول ونتلاعب عليها. يا الكويت من فتره صرحت بان المؤسسات اللي واخده مشاريع تطلع عدد من التاشيرات على اساس ان طبعا انت عارفه ان الكويت او كل الدول العربيه اللي يعني بتضم العماله الوافده بتاثر ده على اقتصادها وعلى اقتصاد الدول اللي بتستقطب منها العمال. الكويت بالذات كان فيها مشاكل بس كتير. فللاسف التاشيرات دي كلها ما تمش استغلالها بطريقه كويسه. بالظبط فعلا بالظبط حصل عمليات نصب خاصه موضوع المشروعات الصغرى. تمام. وكان اخر سؤال عندي وناخد اجابته بعد الفاصل عشان الاذان. اتفضل. بيقول انباء عن البنك المركزي عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 6.4. نرجع بعد الفاصل نجاوب على السؤال. اتفضل. ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع على طول. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا مفاجأة أنا شخصيا عزيزة على قلبي. أستاذ أحمد كيمو. أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد عامل إيه؟ أهلا بحضرتك وأهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بيك أستاذ أحمد. أصبحت يعني شريك في البرنامج ده لأن احنا بصراحة يعني بجد كل ما بنحتاج احمد في حاجه بنلاقيه قابلينا واقف وداعم ومصر ان هو يكون معانا ومعاكم. طبعا يا استاذ بشار لان حضرتك بتعمل حاجه مهمه جدا فعلا والله وبتنقل صوره مهمه جدا من المغتربين في الخارج وبتوصل كل مشاكلهم والامهم واوجاعهم وبتحلوها فدي حاجه مهمه جدا ما نقدرش نتاخر عنها. ربنا يعني ربنا يخليك يا احمد ربنا يبارك لك يا رب العالمين ويعينهم كلهم على الخير وعلى اللي هم فيه لو في مشاكل ويا رب يقل من موضوع المشاكل ده ونسمع عنهم كل خير باذن الله. احنا احمد اتكلمنا في نقطه تقريبا ما خدتش معانا حوالي ساعه. قلنا ان في جماعات استاذه اسماء مسميها جماعات الخير صح؟ في السعوديه. انا الجماعات دي اللي هم الناس اللي بينتصروا الإنسانية ومبادئ المصرية. الناس دي بيفكوا كرب، الناس دي بيقضوا دين، الناس دي بيطلعوا غارمين من السجون، الناس دي بيعتقوا رقبة في الآخر. بيحلوا مشاكل أسر أكبر رقبة بدفع الدية ده شيء مهم جدا يعني. حاجة من أصول الدين يعني. الناس دي اعرف منهم نماذج ما اقدرش اقول اسم حد لان تقريبا كلهم احسن من بعض بصراحه احسن مني بكتير وسابقنا بكتير جدا في المجال ده ما شاء الله. بس وفي ناس خلصت حالات كتير جدا
يمكن انا ما كنتش اعرف لسه سافرت تقريبا او ما اعرفش حاجة عن الغربة. الناس دي يعني بينتصروا المبادئ المصرية. الناس دي متكاتفة. استاذة اسماء تقريبا كان بتساهم في مجموعات من دي، صح استاذة؟ بالظبط. تعرفي ايه عن المجموعات دي بدون اسامي؟ لان انا مش عايز حد، هم كلهم احسن مني. هم ما شاء الله يعني مش مجموعه، هم مجموعات، كل مجموعه مع بعض بيحاولوا ان هم يساهموا في حل مشكله او فك كرب حد من الاخوه المصريين في السعوديه. طبعا بدون ذكر اسماء، هم كلهم حد يعني ناس محترمين جدا وقمه، وبقالهم يعني سنين بيشاركوا في العمل دي. وطبعا منهم لحل اخر مشكله بتاعت الاخ تامر. بالظبط. والحمد لله رب العالمين، في خلال ايام تم حل المشكله وتم تجميع المبلغ اللي عليه. وطبعا كان كام المبلغ ده استاذ؟ كان مبلغ 48,000 ريال. جمعوا المبلغ. وطبعا طريقه الجمع او طريقه السداد، طبعا هم كانوا بينزلوا رقم المعامله بتاعت التامر ورقم القضيه ورقم السداد، بحيث ان اي شخص حابب يسدد من السعوديه بيخش بالطريقه دي. طبعا الحمد لله رب العالمين. عايزه اقول لك الشباب المصريين ما شاء الله، الله اكبر، يعني كانوا متحمسين جدا، وكان في خلال ايام بسيطه جدا تم دفع المبلغ، كامل المبلغ، والحمد لله المشكله اتحلت وخلاص، الكفيل اتنازل وخلصت الموضوع. دلوقتي دخلنا دلوقتي في حاله جديده اللي هي بتاعت ابو اسلام، وتقريبا هيجي مداخله من حد أبو اسلام. موضوعه بقاله فتره كبيره، وبس الحمد لله بمجرد ما زوجته كلمت مجموعه الخير المحترمين اللي دلوقتي بيساهموا في جمع المبلغ، الحمد لله رب العالمين تم يعني عمل اللازم، ودلوقتي جاري تسديد المبلغ لابو اسلام. ابو اسلام طبعا كان متهم بالقتل الخطا، يعني حادث سير، كان سايق العربيه وخبط حد سوداني الجنسيه، وتم حكم عليه بمبلغ الديه 400,000. وزوجته هنا واولاده، صح؟ اه لا، 300,000 تم سداد منهم. 120,000 او 400 حاجه، فضل تقريبا 300,000 ريال عليه. عليه 300,000. زوجته واولاده في مصر. في مصر. اه هم كانوا كلموني، وكنت يعني تابعت مع وزاره الخارجيه الحاله وقدمت طلب بمعرفه التفاصيل، كانوا بلغوني ان هو تم الحكم عليه بتاريخ كذا وعليه مبلغ ديه كذا، وتواصلنا مع جماعه الخير. الحمد لله رب العالمين، ناس محترمه جدا جدا هناك في السعوديه وشغالين على القضيه. لا، ناس قمه الاحترام والادب. انا بقول لك انا يعني لما كلمتك قلنا عايزين نعمل اي حاجه ان احنا حتى نبقى ها. طبعا يعني هو مش ابو يعني اسلام بس، قشه في في, في 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 مبنى كبير قوي. بالظبط. بصراحه انت اسلكت صدري وقلت لي خلينا متفقين يا سياده المستشار، كلام سيدنا النبي: الخير في وفي امتي الى يوم القيام الساعه. يعني احنا جوانا خير وعايزين نعمل خير، بس ناقصنا التوجيه. بص يا احمد، الواحد بيفرح النهارده لما بيلاقي حاجه صح. طبعا. فاهمني؟ الحمد لله. ولما بتلاقي حاجه صح لازم ندعمها. طبعا. لازم كلنا نقف وراها، ولازم كلنا نشجعها، لان الصح بقى قليل. احنا عايزين اللي بيعمل الصح، فاهمني؟ نقول العالم كله بيعمل الصح. وخلي بالك، لان احنا احيانا لما حد فينا بيعمل حاجه غلط، العالم كله بيعرف انه عمل غلط. طبعا. بس فجميل ان انت تدعم الصح. واللي حضرتك بتعمله ده جزء من سياسه الدوله. كل فتره بنسمع ان الرئيس افرج عن الغريمات في السجون واللي عليهم ديون. يعني في قرارات الدوله نفسها على المستوى الكبير مهتمه بالقضيه دي. ما هو انت عارف احمد، هي الفكره في ايه؟ فكره ان احنا النهارده يعني لازم تكون جزء من كل. طبعا. ما ينفعش تبقى انت ماشي في اتجاه ومؤسسات الدوله ماشيه في اتجاه. بس احنا احيانا بنشفق على مؤسسات الدوله، واحيانا بنعتب على مؤسسات الدوله. في حاله الناس لو عايزه تفك كرب حد، هي الفكره تروح لمين بقى؟ هو اصل اقول لك على حاجه، للاسف الشديد احنا جت علينا فتره من الفترات تبرعاتك انت كانت بتستخدم ضدك وعيالك بتطلب بيها، بس بيحصل عمليات تفجير وبيتك بيقع منها. صحيح. فده عمل تخوف عند الناس، فما تلقى حد فعلي، فاهمني، بيحط لك رقم حساب اللي بتدفعه رايح على طول للجهه، للجهه وما بياخدش منك. دي حاجه جميله، المحكمه نفسها. بس فقدروا ان هم ياخدوا ثقه الناس. بالظبط. قدروا ان هم ينفذوا ده، والناس تعرف ان هم بينفذوا ده. وانا اجزم ان الناس دي مالهاش دخل باي حاجه، محدش بيمسك فلوس. ده هو بينزل الحاله بيتجمع لها فلوسها جوه الحساب بتاع المحكمه. جوه المحكمه. وبناء عليه التاني بياخد حاجه في ايده. وتبقى حالات جميلة جدا. بالمناسبة سيادة المستشار، لما طلبت من كيمو انه يعني يعمل قصيدة، لان انا كان في فيديو نزل
يعني من حب ان هم خلصوا حاله ما بقالهمش يومين وابتدوا ينزلوا حاله ثانيه بالظبط. بس فدخلت ابص على الفيديو فلقيت الفيديو يعني مركبين حاجه على حاجه فقلت اقل حاجه نقدر نساهم بيها من المكان ده ما شاء الله ان احنا نعمل لهم حاجه ليهم هم فعلا. بس فلما اتكلم بصراحه والله اول لما كلمته ربنا يبارك له ما فيش انا عايز اقول لك ما خلانيش كملت الطلب. ثقتي في المستشار احمد بدوي ما لهاش حصر. الراجل ده بيعمل خير وخير جدا ربنا يبارك لك يا رب العالمين. وناس ما يعرفهاش والله من بالليل للصبح بيبقى في الشارع. اسالنا ياسر احنا عندنا مداخله من والد من زوجه ابو اسلام. طيب ماشي تشوفها لي ماشي. احمد انت عملت حاجه للمواضيع دي صح؟ طبعا طبعا يعني لازم 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 نقدم خير ونحس بعض على الخير. نسمع. مما لا شك فيه ان من اهم اسباب بقاء الدنيا هو فعل الخير، وللاسف الموضوع ده بقى مش كتير. وكمان من اهم اسباب السعاده اللي ربنا بيكتر بها خيرنا هي تفريج الهموم والضيقه عن غيرنا. ولو فعلا حكمنا عقولنا وضمايرنا هنلاقي ناس كتير من كل حته متغربين ومحبوسين محتاجين وقفتنا معاهم بجد، لانهم فعلا متضايقين واحيانا مظلومين. مفيش حلول يعملوها وناس كتير في السجون مرميه وعائلاتهم بتتبهدل وبتسوء كل يوم عندهم الحاله النفسيه، والسبب انهم ناس بسيطه على الله ومش قادرين يدفعوا الديه. يا سلام يا سلام لو وقفنا جنبهم وساعدناهم لاجل ينولوا الحرية. انت عارف يعني ايه تفرج عن حد كربة وهم وضيقة؟ ربنا في الاخر هيفرج عنك كربة اشد. مش هي دي الحقيقة؟ من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فين الناس الطيبة اللي قلوبهم مليانة حب وشهامة؟ اللي مرمي في السجن ده علشان مش قادر يدفع ديته وما معهوش ربنا امرنا نقف جنبه ونسنده وما نسيبوش، نتبرع ونساهم في حل مشكلته، نقف جنبه ونرقف في حالته ونطمن على بيته وعياله لحد ما تستقر الامور. وكلنا بتوع ربنا وملكه والمال ماله، وربنا بيحب اللي بيساعد غيره ويرقف في حاله. ومفيش دقيقه اشد من السجن خلف القضبان. تخيل لو انت مكانه وعلى قد حالك غلبان، كنت هتحس قد ايه انك عايش مذلول ومكسور ومتهان. فكوها على الناس ربنا هيوسعها اكتر عليكم. ساهموا وتبرعوا لاهل الثقه وما تخلوش حد يضحك عليكم. الناس المحترمه معروفه وبتعمل ده لوجه الله، دورهم يوصلوا الامانه منك للي مش معاه ويخرج من السجن وينساه. وقسما بالله اي خير هتعمله في الدنيا يوم القيامة هتلاقيه. ما تفكروش وما تتأخروش، انوي الخير وساهم في خروج مسجون، سدد ليه الدية وخلص عنه الديون. وعلشان رضا ربنا كله يهون، اي مبلغ بسيط هنكمله من غيرك، وفي الاخرة والله ربنا هيقول لك كتر خيرك، علشان دي ثوابت ما بتتغيرش. تفريج الهموم دي حاجة عظيمة ما تستهترش. تخيل مسجون بسبب انه مديون علشان ما دفعش الدية يقعد كده عمره كله في السجن وتتعقد القضية، يقعد كده وولاده ومراته هيموتوا عليه والحل في ايدك وايديا. يلا بينا نرجع الفرحة من تاني على وشوش عيلة، يلا نساهم ونساعد ان شاء الله بحاجة قليلة. وما تقولش العين بصيرة والايد قصيرة، الحاجة البسيطة اللي هتقدمها والله عند ربنا كبيرة. وترجع الناس المحبوسة لأهاليها، ترجع لعيالها وتفرح بيها، ترجع مجبورة الخاطر وجرحها تداويها، وبسبب دعمكم كل قضايا الدية نخلصها وننهيها يا رب. الله بارك يا رب يا رب إن شاء الله. معانا السيدة أم إسلام. أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ المستشار؟ ازي حضرتك فندم عامله ايه؟ تمام الحمد لله تمام. يا رب ان شاء الله باذن الله ويوفقهم ويكون في اقرب وقت معاكم باذن الله ويرجع لاولادهم باذن الله ان شاء الله. ربنا يخليك فندم. احنا طبعا اقل حاجه اللي احنا بنعمله ده، وطبعا ما بنسيبش فضل لنفسنا خالص يا مسلم في الموضوع. احنا بنكمل ناس شغاله على الموضوع ده، ان كانت استاذه اسماء قدمت او عملت او الناس اللي شغاله دلوقتي
ده اقسم بالله ما يرجع لنا خالص. احنا حاولنا نساعد الناس دي لان هم مأمونين بان ابو اسلام ان شاء الله باذن الله يخرج في اقرب وقت ممكن باذن الله. باذن الله. لو عايزه تضيفي حاجه تحت امرك ربنا يخليك يا ابو اسلام. كتر خيرك على صبرك واجتهادك والله، بارك الله فيكي. وبصراحه الحمد لله الحمد لله بصراحه يعني مجهودك واجتهادك في انك انت دايما مسنداه وواقفه معاه، هو ده ان شاء الله باذن الله اللي هيخليه يخرج بالسلامه قريب. ست سنين وان شاء الله ربنا يجيبه على خير باذن الله. باذن الله واحنا تحت امرك ان شاء الله. الله يخليكي، ربنا يا رب ان شاء الله يخرج بالف سلامه باذن الله. ودايما نساء مصر بيعلموا العالم كله الوفاء والاصول والمبادئ، واقفين ورانا حتى لو غلطنا بس. فان شاء الله باذن الله في اقرب وقت ممكن يكون في وسطيكم باذن الله، ونحتفل مع بعض ان هو رجع بالسلامه ان شاء الله، ويوفق جماعات الخير اللي شغاله على الموضوع كلهم، ناس اكتر احتراما بكتير مننا وواقفين في الموضوع اكتر مننا بكتير. احنا حاولنا نكون بس بنحاول ان احنا نساعد ام اسلام، واحنا تحت امرك في اي حاجه ان شاء الله باذن الله، ونحتفل مع بعض قريب، ويا رب باذن الله يوفقهم ويخلصوه بسرعه باذن الله ان شاء الله. على خير باذن الله. اتفضل يا ام اسلام، الف شكر. شكرا، مع السلامه. مع السلامه. طبعا الجميل عارف في ايه؟ جميل ان انت حضرتك هتتبرع، تتبرع باي حاجه، اي مبلغ. لا ما حدش كمان عارف انت بتتبرع بايه. صح. انا صح؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، ان في شباب كانوا بيتبرعوا بثمن الوجبه بتاعتهم بتاعه الغداء، 7 ريال ولا 8 ريال، يقول لك انا مش هتغدى. بس حضرتك ما بتعرفيها عشان بتخش على الحساب على طول. لا ما حدش بيحس انت دفعت كام، بس يعني مش حد مسؤول باصص عليه. لما معاك 10 ريال في الحساب كده كده مش هتعرف تسحبه. انت لما بتيجي تدخل المبلغ اللي هتحطه بيقول لك الحساب ان هو عليه كام، هتدفع كام، بتحدد المبلغ بس اللي بتحطه ان شاء الله 7 ريال بس، وبيتم السداد. حاجه سيد المشاري يبقى فعلا في ناس اهل الثقه للموضوع ده. عمر ما في حاجه بتخلص الا واحنا بنبص لبعض. دي يا فندم بقى دي حاجه الكترونيه، انت بتدفع مش لشخص. صح. انت بتسدد على حساب المعامله على الموقع، برقم المعامله. عظيم جدا. على حساب المعامله بالظبط، مش نقدي ما بتتدخلش يعني اصلا مع شخص ولا بيسالك ولا حاجه. انت بتعمل تحويل ب 20 ب 30 ب 40 ب 100 ب 10000 120000، يعني ده موضوع يرجع لك ويرجع ليسرك واسرك والله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. انتوا بتعملوا حاجه والله ما احنا والله ما احنا فكره اللي انتوا ده في اسد زيتنا في ده والله. هم ما شاء الله يعني جماعات خالص الخير. انا انت عارف الخير. انا قلت احاول ما شاء الله في السعوديه الله يبارك لهم، بس انا حاولت ادور لنفسي على دور في حاجه شريفه بتتعمل بصراحه. الله ما شاء الله، بس مش اكتر من كده، لكن فضل يرجع لهم هم، وربنا يعينهم يا رب ويوفقهم، يا رب ويا رب يكتر من امثالهم، ونكون زيهم احنا في يوم من الايام يا رب. هنرجع لموضوع مهم قوي حصل معايا. انا حصل معايا موقف من حوالي يومين. بمناسبه مؤسسات الدوله، انا واثق تماما ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمنى القضاء على الفساد في البلد كلها، بس عمر ما في قضاء على الفساد بعصاه سحريه هتضرب المؤسسه هتنضف. اكيد طبعا اكيد طبعا، بس وكل مؤسساتنا على راسنا من فوق اكيد فيها شرفة من اولها لاخرها، ولكن في جزء، الجزء ده لو اتساب بيزيد بيكبر. حقيقي. بس ده اللي احنا لازم يتحارب بينا. صح. لو في حاجه عند حضرتك في البيت ما شلتهاش رميتها هتبوظ حاجات كتير قوي. بالظبط. بس احنا لازم كلنا نمشي مع ده. يعني مؤسسه ما بتقولكش انا هعمل حاجه سحريه. أيوه. بتقول حضرتك انت حارب فساد، انت ما تدفعش، احنا بنحارب وحارب معانا، مسك بحقك. انا يعني جات لي تقريبا معانا استاذ ياسر صوره الاستاذ احمد المحاسب الموجود في السعوديه. جولي ناس فكروني بام كده الله يرحمها، ست كبيره جدا وطيبه قوي، وزوجة شخص بيدوروا عليه بقالهم سنتين. تمام. اتصلوا عليا، كانوا تقريبا معانا مداخله الحلقه اللي قبل اللي فات. فعلا بالظبط، عملوا الحلقه يعني عملوا مداخله وقلنا تحت امركم في اللي انتم محتاجينه مننا. فالحاجه اتصلت عليا، طب المكتب، فبعت اللوكيشن فجت للمكتب الوالده وزوجة احمد، يعني والدة احمد وزوجة احمد، ومشوا عندي بصراحه، مشوا من عندي حوالي الساعه تقريبا 5:30 تقريبا 6 في الحدود دي بس. وانا خلصت شغل ونزلت عملت خلصت اجتماع ونزلت وسط البلد ورجعت وبتاع، لقيت حوالي الساعه 1:30 التليفون كان فصل، حطيته على الشاحن فلقيت رسائل كتير جدا موجهه ورا بعض. 1:30 بالليل لقيت شقيقه استاذ احمد، يا رب يرجعه بالف سلامه باذن الله. يا رب.
بس فوجئت لقيت الرسائل فيما معناها ان والدة احمد وزوجة احمد عملوا حادث حادث سير وموجودين في مستشفى بعد المكتب بشويه كده في النيل بدراوي. يا خبر. بعد ما طلعوا من عنده صدمتهم عربيه. صدمتهم عربيه. بس المشكله مش في دي خالص، عارف اقدار، بس انا بقيت حاسس ان انا السبب. يا ريتني كنت رحت خدت الورق. يا ريتني كنت خدته على الواتس. هو عمال كل يوم يقول لي يا ريتني كنت وصلتهم بنفسي. بقى ما اعرفش انا اتحركت اوصلهم. يعني اتحركت فاهم اسال. ده قدر ربنا. بس روحنا بقى الكارثه الحقيقيه يا استاذ احمد. الكارثه الحقيقيه يا استاذه ان المستشفى قبلت حاله حادثه بدون ما تعمل محضر. وداخلين حادثه. طب ازاي الكلام ده؟ طب فين المحضر؟ مفيش محضر. طب خدتهم ازاي؟ قال لك ما احنا خدنا الفلوس بتاعت دخولهم وخلاص. وخلاص. معانا تقريبا شقيقه استاذ احمد. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسف طبعا ان انا بزعجك، انا عارف الظرف، بس انا عايز اطمن على الوالده وزوجه استاذ احمد. والله احنا جبناهم من القاهره امبارح في اسعاف لحد البيت، ما مش راضي يعملوا لنا تحويل على مستشفى ثانيه. يعني من مستشفى لمستشفى. حول ولا قوه. فاضطرينا نجيبهم في البيت، قالوا ماما لازمها راح على السرير شهرين عشان الشرخ يلم. هو كسر في الحوض مش شرخ. لا هو كسر. احنا اكتشفنا بعد كده لما الدكاتره هنا جينا الزقازيق اكتشفنا ان الاشعه موضحه كسر مش شرخ. انا تقريبا حضرتك كنت حاضره وكان استاذ محمد حاضر، وفوجئته زي بالظبط ان ما كانش في محضر اتعمل في المستشفى، صح؟ لا ما فيش حاجه خالص، ولا في بيانات الناس اللي جابوهم من الحادثه في العربيه اللي وصلوا بيها المستشفى، ولا في اي حاجه. قالوا لي بس ان في الحسابات اتساب مبلغ 14000 جنيه والناس مشوا، اللي هو تقريبا احنا خرجنا عشان ما كملش المبلغ، صح؟ نعم. يعني احنا خرجنا من المستشفى عشان تقريبا لو قعدنا يوم كمان كان كنا ندفع قده تقريبا. طبعا، ما انت حضرتك عارف ان النيل بدراوي دي مستشفى استثماري. ويا ريتها مستشفى، والله اقسم بالله ان المفترض، يعني احنا بنناشد وزير الصحه، لو اي مستشفى، لو مستوصف حتى مستشفى خاصه معموله في شقه وجالها حادثه، استحاله هيمشي حضرتك الا لما يجي اسم الشرطه هو المتصرف. بالظبط، لازم يعمل مين اللي عمل ده وياخد صوره بطاقتك، فاهمني؟ بس وبعد كده بيروح حضرتك. لكن تدفع فلوس تمشي في ايه؟ ازاي؟ هم خد الفلوس بقى وقال لك احنا هنعالج الحاله. استاذتنا طبعا صوره استاذ احمد معانا في الـ في الـ في الشاشه. ايوه. وابنائه الاثنين. هم اربعه. هم اربعه، احنا معانا صوره اثنين. يا رب يحفظهم باذن الله ويرجع لهم بالف سلامه باذن الله. يا رب. احنا عايزين بس معلش كده مرخص عن اللي حصل مع استاذ احمد، او اختفى ازاي؟ هو احمد مختفي من يوم 27/12/2017. تمام. بس فمن وقتها بقى مش رحنا الخارجيه ورحنا الهجره وبعتنا استغاثه في رئاسه الجمهوريه. ايوه. ما فيش، جات لنا بس افاده انه محتجز الكلام ده من سنه ونص. انه محتجز لدى السلطات السعوديه. طب يا جماعه محتجز في ايه؟ ما حدش فادنا بحاجه، السفاره ما تعرفش. ما قالوش بتهمه ايه؟ هناك. لا. ما قالوش بتهمه ايه؟ لا. لا انا شفت الورق خالص. احنا دلوقتي سنتين وما نعرفش اساسا. قالوا في سجن حائل، سالنا على فكره، بعتنا ناس من هناك لنا قرايب كتير هناك، قالوا ما فيش حد بالاسم ده هناك. يعني ما نعرفش حتى مكانه فين، يعني ما نعرفش اذا كان عايش او ميت، او ما نعرفش حاجه خالص. لا ان شاء الله يكون عايش ونطمن عليه ونطمنك ونطمن الوالده وزوجته واولاده. يا رب. وان شاء الله نتابع. كنت معانا امبارح وشفت، يعني شفت ماما ومرات اخويا حالتهم عامله ازاي. والله العظيم انا يمكن لما دخلت تقريبا حضرتك يعني شفت انا كنت عامل ازاي. انا جاي مكسوف لان الموقف ده حصل بسببي. لا بصراحه، لا ده اقسم بالله، ده انت تشكر. ده انا اتصلت بيك الساعه 2 بالليل، يعني حضرتك جيت لي ما فيش. لا لا ده اقل واجب، يعني ده اقل واجب بجد والله. لا يا فندم، انا وقفه كبيره امبارح. لا لا ده اقل واجب يا فندم، ده اقل واجب. دي والدتي، وانا لما كانت في المكتب
حسيتها والدتي يعني. واحنا معاكم مكملين وان شاء الله ما حدش فيكم يجي واحنا اللي هنجي لكم بقى باذن الله ان شاء الله. باذن الله ونطمنكم باذن الله. وسلام كتير جدا للحاجه ولزوجة استاذ احمد. اتفضلي يا فندم. شكرا 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 شكرا. موضوع كبير. عشان كده بدانا قلنا مهما كان حجم الامل الالم ساعات بيبقى اكبر منه. بس ما ينفعش جزء من الفساد ما هو ما ينفعش. اصل انت لو تنازلت اللحظه عن الامل موضوع تاني خالص. ما هو وارد يكون جايب الحاله على انه انقذهم في الشارع. يا حبيبي ده هو اللي عامل حادثه. ما انا عملت محضر. انا عملت محضر. عملت محضر؟ طبعا. عملت محضر ضد المستشفى. وطبعا ما شاء الله ركوت الا بالاخوات وناس قمه الاحترام والادب. بس فعملنا محضر ضد المستشفى. اتصلنا على النجده زي ما بنوصي اي حد. فاهمني؟ اتصلنا على النجده وبلغنا بلاغ النجده. بالفعل ناس قمه الاحترام والادب. تمام. بس في خلال اقل من ربع ساعه لقينا حد موجود من الاسم وبيتابع الموضوع وبيدور معانا في الملفات وبيجيب المدير الطبي وبيسال. بس وطبعا ما فيش. بس فالله اعلم. بس الحمد لله اتحلت يعني. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين اتحلت عشان بعيدا عن ايه؟ عن اي اسامي. قدر الله ما شاء. لكن طبعا احنا يعني مش هنبقى بنقول للناس دور على حقك ونسيب حق الناس، لان انا بالفعل انا بقيت حاسس ان انا اللي عملت ده. يعني بسبب انا حصل ده. ده قدر ربنا وقدره. ما عارف لما بيحصل وتقف غير لما بتحصل. انا داخل يعني داخل محرج. يعني انا داخل محرج. انا حاسس ان انا يا ريتني كنت خدتهم على الواتس. يا ريتني كنت رحت انا. يا ريتني كنت سالتهم طب هتركبوا منين؟ بس انا احرجت عشان انت عارفه يعني ممكن تتفهم غلط. صح صح. بس الحمد لله رب العالمين وان شاء الله باذن الله نطمن عليهم ويشفيهم ويعافيهم ويبقوا زي الفل باذن الله ان شاء الله. ونجيب لهم اخبار كويسه باذن واحد ان شاء الله عن الاستاذ احمد والاستاذ اسماء بقى. يعني ده ملعبك. تحت امرك ان شاء الله باذن الله. معاهم ان شاء الله باذن الله. باذن واحد ان شاء الله. احنا طبعا يعني رحنا في حته ونسينا حته. اتكلمنا عن جماعات الخير صح؟ طبعا. وعدينا موضوع عندك انت. موضوع ايه؟ تعلقت على الخبر اللي كان معاكي؟ لا. اخدت عليك على الخبر اللي احنا رجعنا. انت بس اديني فرصه وخلاص. اديني فرصه ومالكش دعوه. اتفضل. الخبر بتاع تحويلات بالظبط المصريين في الخارج. ايوه. هو طبعا يعني السنه دي يعني تحويلات قلت شويه بنسبه عن السنه اللي فاتت. السبب في ده التغيرات الهيكليه اللي شهدتها المنطقه بتاعه الاصلاحات. الاصلاحات في يعني منطقه مش مصر بس. طب. مصر والدول العربيه. طب. فطبعا انا يعني حتى مستغربه ان التحويلات قلت عن السنه اللي فاتت برغم ان في تحويلات جت من المصريين في الاردن مبلغ كبير جدا يعني 86 مليار. لا احنا مش عايزين ارقام. ده الاردن بيروحوا. ما هم بقى عشان مروحين بيحولوا. قصدك يعني؟ لا ده هو يعني مكافئات نهايه الخدمه وكده. بس برغم ان احنا السنه دي تحويلات المصريين في الخارج قلت عن السنه اللي فاتت ولكن احنا تقريبا على المستوى الخامس على مستوى العالم بعد الهند والصين والمكسيك والفلبين. ما هو العدد تحويلات على مستوى العالم احنا الخامس. احنا العدد الخامس. اللي بره كام؟ العدد بتاعنا طبعا احنا تقريبا اكثر جاليات مصريه بره. فلما تبقي الخامس وانت اكتر جاليه. لا موضوع. بس الهند. الهند جاليه الهند بره كبيره برضه. هو الهدف من الخبر ان احنا بس نوضح ان مش المصريين ما بقوش يحولوا. لا بس عدد كبير من المصريين اما نزل. او اما في مراحل الاصلاح بيتاثر ماديا شويه. يعني في بعض الناس اللي على تواصل معانا على طول بيقول ان راتبه نزل. هو طبعا على حسب الحاله الاقتصاديه بتاعت الدوله المقيم فيها المصري. لا فترات الاصلاح بيبقى فيها تحولات. بالزبط. انا بعتمد على فئه معينه بيرجع برضه سعر النفط برضه في الدول. لا هو للاسف بقى سعر العام. انت شغاله على نفسك قد ايه؟ بس معاكي كام كورس؟ معاكي الرواتب برضو. الرواتب بتقل على حسب الحاله الاقتصاديه بتاعت الدوله. أكيد. دي والحاله الاقتصاديه بتتغير على حسب. لما هتقل مني وانا عامل بوفيه. تمام. غير لما هتقل مني وانا مهندس او خبير في مجال. احنا بنتكلم بقى بشكل عام العماله المصريه اكتر. يعني العماله المصريه بتاعت العمال نفسهم اكبر من العماله. بالظبط. احنا مرتبطين بفئه. فالفئه الاكثر تحويلات العمال. يعني الخبر ده مهما هنلف عليه هو اكيد حقيقي. هو لان انت عندك 1000 اسره في السعوديه
مش موجودين معانا النهارده لان احنا محرجين نطلع نكلم الناس فيه. احنا محتاجين بقى الناس وضعهم احنا محتاجين هو. احنا برضه نرجع نقول تاني محتاجين حل مشاكل الاسر دي والناس دي لان ده بيعود على التحولات المصريه بره والتحولات النهارده انا عندي تحولات المصريين في الخارج مش موضوع تحولات خالص. الموضوع ايه؟ لا ده موضوع ان هم مش لاقيين ياكلوا. ما انا بقول لحضرتك احنا نحل مشاكلهم. موضوع ان هم اصلا بقالهم سنتين ونص النهارده. انا بقول لحضرتك مؤسسات الدوله تهتم بحل مشاكلهم. بص عليه عشان انا اعلق عليه. اتفضل استاذ ياسر. تمام. ابني غايب من 6 سنين ما نعرفش عنه حاجه في اي حاجه لغايه دلوقتي. كان معاه واحد زميله وهو كان واحد مسفره بره صبري عطيه البتنوني كان مسفره بره وحجزت له قعدهم في تركيا وخدهم تهريب من الجبل بالليل فانمسكوا في الجبل. فالمحمود رجب المليجي مقيم في كفر العرب في لما احنا اتصل بهم من لبنان وقال لهم خلوا عم ابراهيم يسال على خالي. طب احنا فيه ايه؟ قال لي ما نعرفش لانه والدته اللي جات البيت وقالت خلوه روحوا اسالوا على خالد. فروحنا لصبر ده نساله على خالد فقال له مش كل حد ما اقول لك حاجه تيجي تجري عليا. بعد شهر محمود جه انمسك في لبنان وقعد شهر في لبنان ورجع بلده رجع مصر. لكن خالد ما نجحش. يا محمود فيه ايه؟ قال لي احنا حصل ضرب نار عنده الاستيراد القديم لان خدونا من التهريب من الجبل. كان فيه واحد من الدليل ماشي معاهم خدهم تهريب من الجبل عند الاستيراد القديم حصل الضرب النار فتفرقنا كل واحد راح في ناحيه. اللي رجع سوريا مسك في سوريا واللي راح لبنان مسك في لبنان ورجع. واحنا لغايه النهارده ما نعرفش حاجه عن خالد وفي اي حاجه نهائي. واحنا كل ما نسال الصبر ده عشان نسال نعرف طريق خالد هو ما عادش بيرد علينا بافاده. بقالنا 6 سنين ما احناش عارفين حاجه خالص عن خالد. واخر مره قال لي وانت لسه فاكره الموضوع ده؟ انا نسيته. طبعا كان معانا في الاخبار جزء عن الشباب المصريين اللي تم الاتجار باحلامهم. بس شفت حضرتك في الاخر بتقول لك ايه؟ تتصل بالتاجر اللي بيسفر. احنا 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 لا انت لسه فاكره الموضوع ده؟ لا خدي بال حضرتك من حاجه. احنا لو تفتكر الحلقه اللي فاتت بس احنا قلنا هي ذكرت اسمه واحنا قلنا ان احنا وفقا لاتجاه مؤسسات الدوله تمام احنا نثق في ان رئيس جمهوريتنا بيحارب الفساد ورئيس جمهوريتنا ورا اي حد بيعمل حاجه غلط ضد الدوله او ضد ابنائها بس مش رئيس الجمهوريه اللي هينفذ. في مؤسسات للدوله احنا عملنا بلاغ للنائب العام. عملنا بلاغ للنائب العام باسم الشخص ثلاثي اللي نسي انه قتل بني ادم او خلاه اختفى او بقاله 6 سنين امه ما شافتهوش. انت لسه فاكره؟ ام بتسال على ابنها فتقال لها انت لسه فاكراها؟ يا نهار هو خلاص الفلوس صرفت. ما هي الفلوس اتصرفت لعلم حضرتك. هيفتكر ليه؟ هي قالت ان هو عارف الشخص اللي هو كان المفروض اللي مشي بيهم من لبنان لسوريا. الشخص ده لما اتقبض عليه هو الوحيد اللي رجع. هو رجع يعني موجود في مصر. الشخص ده موجود في مصر عارف الولاد دول اتقبض عليهم فين وازاي عارف كل حاجه. احنا بلاغ للنائب العام عن الشخصين دول. الشخص التاجر اللي حضرتك بلغت عنه الشخص اللي بيقولوا بيسموه الدليل اللي كان بيتحرك بيهم من لبنان. لا ده شخص نجي. الشخص ده اللي بلغ عن اللي نجي. ما هو ده كويس انه نجي. ما هو نجي واحد من 40 رجع يا فندم. ده مش لا يعني صفقة ده تاجر فيها 40 شخص. ده التاجر رجع منهم واحد. ده التاجر اللي رجع. لا التاجر اللي قال لها وحضرتك لسه اللي معاه دوت شريك شريك في الموضوع. هو ده اللي هو ده اللي لا ده كان مسافر مع خالد. لا ده حد تاني. هي بتتكلم مع حد تاني. اكد لي خالد من الكلام ده. هي لو يعمل مداخله مع ام خالد استاذ ياسر كان مداخله مع ام خالد. ام خالد هي حكت الموضوع ده وقالت ان الشخص ده اللي كان بيعديهم رجع مصر وعارف هم مقبوض عليهم فين وسجن ايه ومتهمين بيه وعارف كل شيء. ان شاء الله نلاقاهم لما اتصلت بيهم معاهم هم لحد اما نجيب مكانهم ومتهمين في ايه زي ما قلنا قبل كده ورا اي حد باذن الله بيتاجر بعيالنا.
بيتاجر بعيالنا، لان احنا وراه عشان ما يوصلش لاولادنا احنا الصغارين، لان هيكبروا ممكن يكون امل حياتهم ان هم يسافروا دوله زي ما بيتضحك عليهم ان هم هيجيبوا شويه فلوس ويرجعوا، بس للاسف لا اما بينتهي في البحر محدش بيعرف عنه حاجه، يا اما بينتهي في سجن داخل دوله بطريقه غير مشروعه، او ممكن اي حد يقول ان هو كان بيعمل حاجه غلط وبيفجر وبيعمل، يا اما بيرجع لنا تاني للاسف يفجرنا. صحيح. بس فالموضوع كله غلط. صحيح. فاي حد يا جدعان يعرف حد عن المجال ده يبلغ حمايه لابنك، مش ابنك حفيدك، مفيش حد ضامن الظروف، الناس دي هتوصل لعيالنا وعيال عيالنا، لان اكبر هدف ليه انه ياخد فلوس بس، واول ما بتصرف بينسى اصلا انه صفر ابن حضرتك. ملوش دعوه. هنرجع تاني يا استاذ احمد، ده موضوع شباب سوري. موضوع شباب سوري هنوضح باختصار شديد جدا اللي حصل فيه. احنا تم عمل وكالات، وبموجب الوكالات تم عمل وكاله للاستاذ المحامي سحبان، اللي هو استاذ سحبان مع المستشار سحبان السوري. تمام. بالظبط. الوكاله تم تصديقها وارسل له منها صوره. تمام. وهو الراجل باذن واحد ان شاء الله، يعني وعدنا ان هو في خلال الاسبوع القادم باذن الله بيكون وصل لمين موجود ومين مش موجود، ان شاء الله يطلعوا كلهم موجودين ان شاء الله، ونعرف على الاقل الاتهامات الموجهه ليهم ان شاء الله، ونبتدي نتعامل معاك بعد كده في مرحله ثانيه خالص. بس نطمن الامهات دي ان اولادهم باذن الله ان شاء الله هيرجعوا باذن الله ان شاء الله. بس فحبيت بس اراجع مع حضرتك اللي اتعمل عشان طبعا ايه نبقى مركزين. احنا بنتابع بلاغ نائب العام، وان شاء الله باذن الله بنتابع مع الاستاذ سحبان، والاسبوع الجاي ان شاء الله يكون في اخبار جديده ان شاء الله. طيب عندنا من ضمن الاخبار اللي اتقالت قضيه علي ابو القاسم. وايه تقصد من الجانب السعودي؟ لا لا، ما انا بسالش على جوانب. مين مسؤول انه يطمن الناس دي؟ مين مسؤول يقول للناس دي القضيه راحت من هنا لهنا عشان كذا؟ يمكن احنا بنشد غلط. لا هو المسؤول، يمكن انا المره اللي فاتت لما نشدت مثلا السفاره في جهه معينه، انا يا راجل جاهل بالقانون ومفترض ان انا كنت اناشد حد تاني، فعايز اتاكد بس من حضرتك مين المسؤول؟ لا هو المسؤول المفروض حضرتك المسؤول القنصلي بجدة. طب نشوف فيديو كده الأستاذة ابتسام ونرجع على طول. اتفضل. زوجة علي ابو القاسم. السلام عليكم. انا طبعا بقالي فتره ما نزلتش باي فيديو لاني مفيش اي جديد في قضيه زوجي، فانا مش عارفه اطلع لسيادتكم فيديو واقول ايه بالظبط. لكن انا من ساعه طبعا توجيهات سياده الرئيس مشكورا لوزيره الهجره والنائب العام اني تابعوا قضيه جوزي في المحكمه العليا، الى الان مفيش اي جديد حصل، ودينا منتظرين ان شاء الله يكون في جديد خير. بس انا دخلت برقم المعامله بتاع زوجي امبارح على وزاره العدل السعوديه، لقيت ان المعامله بتاعت زوجي اتحركت من المحكمه العليا للمحكمه الجزائيه الاولى. اتصلت بعد كده باتصالنا بمحكمه تبوك، والمحامي اللي راح تابع هناك قال لا ما حصلش المعامله ما اتحركتش. انا عايز اعرف فين السفاره؟ فين القنصليه بتاعتنا؟ ردوا عليا قولوا لي، طلعوا بيان يا جماعه، الموضوع مش سري، مش هو موضوع، مش كل ما يتكلم حد يقول اصل الموضوع سري سري، انا زوجه من حقي ان انا اطمن على موضوع زوجي، من حقي ان انا اعرف، ما انتوا لو اديتوني انا بصيت من الامل هعرف اكمل مع اولادي، هعرف اقف على رجلي. لكن سكوتكم ده بيموتني انا، بيموتني انا كزوجه كل يوم. لو سمحتوا انا عايز اعرف القنصليه ترد علينا، السفاره ترد علينا، وزاره الهجره تطلع بيان، بيان عام. انا مش عايزه تفاصيل الموضوع قضيه جوزي ولا المعامله ولا ايه اللي بيحصل ولا ايه التحيات اللي رايحه جايه، انا مش عايزه حاجه من الحاجات دي، انا عايزه حاجه عامه، بيان عام في اطمئنان ليا كزوجه لامه ليا انا، عشان اعرف اكمل مع اولادي. بصيت من الامل، سكوتكم ده بيموتني انا كل يوم، انا مش عارفه في ايه. ما احنا قعدنا سنه ونص ساكتين محدش مطلع اي بيان، وقلتوا لي ان جوزي خير خير كنتوا بتطمنوني، واللي حصل ايه في الاخر؟ ان جوزي كان لسه ثابت في المحكمه العليا حتى لو حكم الاعدام ما اتنقضش، ودلوقتي برضو المعامله بتاعته اتحركت. طب اتحركت على ايه؟ هل اتحركت خير؟ حد يطمنا، حد يتابع من السفاره لو سمحتوا، انا عايزه محامي من السفاره، هو مش من حق جوزي ان يطلع محامي، ان السفاره بتاعته تطلع له محامي؟ يا سياده الرئيس انا بستغيث بحضرتك، زي ما اعطيت توجيهاتك لوزيره الهجره والنائب العام ان تابعوا قضيه جوزي، ارجوك يا سياده الرئيس طلع بيان كمان ربنا يبارك لك، وتوجيهاتك للسفاره المصريه بتاعتنا الجليله في السعوديه يقوموا محامي يقوموا. طبعا بنضم صوتنا لصوتك يا استاذه ابتسام، واحنا نفسنا والله ان انت الوحيده اللي نحافظ عليكي عشان انت اللي مديانا الامل.
يعني في كل اللي انت بتعمليه ده، الله يعينك باذن الله، ونكون بالناشد باذن الله ان شاء الله في الحق وفي الخير. واثق ان ما فيش مخلوق في مصر بيطلب من رئيس جمهوريتنا حاجه وما بتوصلش وما بيسمعش. طبعا. بس اكيد في تكليف لجهات، عايزين الجهات المكلفه ترد عليها وتقول لها جوزك فين؟ ورقه فين؟ انا عايزه اقول لحضرتك طبعا الموضوع ده يعني المفروض ان قنصليه مصر في جده هي اللي بتتابع برقم المعامله او بتروح طبعا بتزور. طبعا اكيد يعني لسه القانون زي ما هو. قانون ايه؟ اللي هو يعني السفاره. ما هو انا بقول لحضرتك القنصليه طبعا المفروض يكون في محامي. فكرته اتغير عشان كده ما حدش بيرد. مع انا ام خالد في مداخله ناخدها ونرجع لنفس الموضوع. ام خالد. الحاجه ام خالد. يا سياده المستشار ازي حضرتك؟ في نعمه يا ام الحمد لله رب العالمين. ازيك يا مدام اسماء؟ ازيك يا ام خالد الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. اهلا بيك حضرتك. انا عايزه اوضح حاجه، ان هو الملكي رجع كان فيه دليل ماشي بالعيال في الجبل، هو ده هم طلعوه عشان هو تبعهم هم طلعوه. وصبري قال لي لما هو يطلع انا هعرف العيال دي مسكت فين ستي، ولغايه النهارده هو ما دليناش باي حاجه. صبري ما دليناش باي حاجه حضرتك، يعني من 6 سنين واحنا في النار اللي احنا فيها ديت وما حدش دلنا في اي حاجه يعني خالص. هو مقبوض عليه معاهم وطلع الدليل اللي تبع التاجر اللي هنا، وسابوا العيال وسابوا الشباب اللي كانوا ممسوكين حضرتك. لا حول ولا قوه الا بالله. وخالد حضرتك اللي بس بقوله هو ده اللي هو قال لي لما الدليل ده يطلع هعرف الشباب اللي ماسك السناقه، وهو عشان تبعها وطلعوه، لكن سابوا عيالي سابوه وسابوا العيال كلها، ما حدش سال عنهم واخد فلوسه، ما حدش سال عني. هو ده اللي صبر عمله. شكرا ام خالد. هنطلع فاصل ونرجع على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، معانا ضيف من اعز الضيوف على قلبي بصراحه، استاذ محمود منصور. اهلا وسهلا استاذ محمود. استاذ محمود طبعا للي مش عارف، استاذ محمود من مهتمين بشؤون المصريين بالخارج بس، واشتغل على بعض القضايا اللي احنا شخصيا عايزين نطمن فيها يعني. بس قضايا شغلت الراي العام فتره من الفترات صح؟ طبعا. بس وقضيه شغله الراي العام تقريبا دلوقتي فيها مناشدات. قضيه الخاصه باستاذ محمد حسنين. اهم 3 قضايا تقريبا استاذ محمد حسنين. وعندنا القضيه بتاعت الشخص اللي نزلنا كلنا تقريبا هاشتاج انقذوه من الاعدام، اللي هو متهم بقتل كفيله. بقتل كفيله ومفيش جثه. ومفيش جثه. محمد حسن. تمام. محمد حسن. وقضيه ماسك كمان قضيه معمر القذافي. قضيه معمر القذافي. اهلا استاذ محمود. اهلا بيك استاذ محمود. شاكرين يعني لمجهودك. احنا اللي بنشكركم على الفرصه السعيده دي. لا يا فندم تحت امرك. وفرصه ان احنا يعني انا مش هقول يعني ان انا بمثل المصريين في الخارج. لا 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 لا. ولكن احنا بنوصل صرخه الم للمصريين في الخارج لكل مصري وكل مسؤول وللسيد رئيس الجمهوريه. وبنحافظ على الامل. ان شاء الله. طالما احنا عايشين طالما في اشراف وفي اعلام هادف وبناء زي حضراتكم، ربنا يخليك. لازم احنا بيكم انتم دعمكم ان شاء الله باذن الله مكملين في ان احنا نقول في امل ان شاء الله. طول ما الناس بتساعد بعضيها في امل. لو مات الامل نموت. بس نموت يعني ما اللي ما بياخدش راتب عارف ان شاء الله هيجي له حق، واللي في مشكله عارف انها تتحل، واللي مظلوم عارف ان ربنا اكيد هيرفع عنه الظلم ان شاء الله. ثقه في الله ثم في اداره البلد وقياده البلد الحكيمه اللي هي ضد الفساد والاهمال بالمواطن. بالظبط. ولكن للاسف بعض الموظفين او بعض المسؤولين بينحرفوا عن الخط المرسوم لهم من رئاسه الدوله نفسها. احنا كنا عندنا مبدا كده حسينا بيه لما كنا بره، لما بتهمش من مؤسساتك انت بتتهمش. بالظبط صح. بس فابتدينا بمبدا ان احنا اعتب على مؤسسه من مؤسسات الدوله واقول ما عملتش، ده حق حضرتك لان انت مواطن في الاخر. هو اللي عاتب مش على المؤسسه ككل، لا على الشخص اللي ما نفذش. بتسيء للمؤسسه اللي هي بتمثل الوطن. بالظبط. سواء داخليا او خارجيا. فدي مشكله كبيره بتواجهنا بره وجوه للاسف. طبعا. وإحنا ناس كتيره مش منتبه للموضوع ده. بالظبط. واحنا طبعا احنا كل مؤسسات الدوله لها كل الاحترام والتقدير، ولكن الموظف اللي ما بيقومش بالخدمه بتاعته في اي مكان جوه او بره مش رئيس الجمهوريه اللي هينزل يجيبه، مش الرقابه الاداريه اللي هتجيبه، حضرتك احنا اللي هنوديه الرقابه بتاعتنا.
حضرتك يعني عندنا الرقابة المجتمعية أهم كتير جدا في الفساد من الرقابة المؤسسية. الموضوع عندنا بنقسمه إلى أجزاء. بالظبط. السيد رئيس الجمهورية مش معقول ينزل يشرف على كل وزير بنفسه وعلى أعماله. استحال. هكذا الوزير عنده وزارة. طبعًا. وعنده مسؤولين ومديرين. طبعًا. ووكلاء وزارة. مش طبعًا. معقول ينزل يشرف على كل وزارة. بالظبط. هكذا وكيل الوزارة عنده مدراء تحت إيده في كل مكان. مش معقول ينزل على كل واحد. فإحنا محتاجين صحو الضمير أول حاجة، تاني حاجة محتاجين تفعيل قوانين عشان تبقى راضية على أي واحد تلعب به نفسه، ثالثا محتاجين إحنا كمواطنين يكون في همزة وصل بيننا وبين الدولة. طبعا. ما يبقاش في انعزال الدولة عننا أو قيادة الدولة عن الشعب. طبعا. يعني إحنا بنناحي في كم موضوع بقالنا أكتر من سنتين، حتى هذه اللحظة لا وزارة الخارجية ولا وزارة الهجرة ولا في مسؤول اهتم ولا رد، وحتى لما بيرد بيرد رد روتيني بعيد عن الموضوع تماما. طب احنا نوصل للحقيقه منين؟ المسؤول هيوصل للحقيقه منين؟ في عزل بيننا وبينه، عاملين جدار عازل، فاحنا عايزين نكسر الجدار العازل، وبنقول دولتنا مش هنهدمها، بنحبها. بالعكس انا لما بقول لك كمسؤول ان في خطا، في كارثه شغاله حاليا، في مواطنين ابرياء بيتداس عليهم، حقوقهم بتضيع، حياتهم معرضه للخطر، انا بحبك مش بكرهك. طبعا. انا مش عايز اهدمك. بالزبط. انا عايزك تفوق عشان تقوم بعملك اللي هتتحاسب عليه قدام ربنا قبل القياده بتاع مصر. طبعا. قبل الرئاسه انت تتحاسب عليها مع ربنا. ما هو في نفس الاتجاه، انا النهارده المسؤول ده لما هيعرف الخطا فين وهيعالجه. انا بعمل اكبر دعم للمؤسسه. لو ما قلتش دعم على الفاضي، انا ما بقولش هنطبل لحد، انا بقول هندعم ونوضح الغلط. هنوضح الغلط ليه؟ حب في مؤسسه بلدنا. ان انا بقى تقوى احنا هنبقى قوي. هنبقى اقوياء. ولما يكون في مسؤول مقصر، ولما يعني احنا طبعا يتم التعامل في الشكل ده. انا معايا فيديو جاهز هنتفرج عليه عشان عايز راي استاذ محمود. فيديو بتاع فيديو لاول مره بيذاع تقريبا، وحاجه جديده كده يعني. احنا سمعنا عن كتير من الناس اللي عليها دم بتعرض كفنها، بس هنشوف عرض للكفن بطريقه مبتكره على اليوتيوب. اتفرج عليه ونرجع لكم على طول. طبعا زي ما بنعلم العالم كله، احنا اللي عندنا مسلم ولا مسيحي. احنا شايفين فيديو الاخ مسيحي مصري 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 وفي خلفيته ملناش علاقه بالدين، الصلاه في خلفيته الصلاه وفي قران شغال. صح. نعم. بس ده مش هتشوفه في العالم كله. احنا زمان ما كناش بنعرف احمد ايه وضعه او فلان ايه وضعه غير ساعه الوفاه. دي اصاله الشعب المصري اللي موجوده عبر التاريخ في كل طبعا احنا واثقين ان ده طبعا هاني قتل ابن خالته اخوه، يعني يعتبر قتل اخوه. فش اعتبارات. هو بس حصلت مشاجره بينهم وبين بعض اللي انا عرفته، مشاجره بينهم وبين بعض، وابن خالته المتوفي يعني طلع سكين وحاول ان هو يضربه تقريبا بعيدا عن ملابسات الحد. انت عارف الموقف ده حصل من حد فيهم في الغلط. بقاله 11 سنه في السجن. بس ودي اخر سنة. يعني اخر سنه عدى منها شهر. اخر فرصه فاضل له 11 شهر. 11 شهر وهيتنفذ فيه حكم الاعدام. القصاص في السجن. ما هو اصل يعني ايام مكان يعني. بس هو حتى السعوديه لما بتقول ايه؟ بتقول لك القتل تعزيري، ما قالش القتل ايه. والله حضرتك يا ريت ترجع بقى نطلب التسامح من اهل المقتول. من الخاله الوالده. معلش انت هتبكي مرتين والله. احنا بنظرها يعني احنا مش بنكلم حضرتك على اساس ان حضرتك حاجه، احنا في كل الاديان السماويه، في كل الاديان السماويه ربنا امرنا بالتسامح. احنا برضو حاسين بالعفو. احنا حاسين باللي جواه. ربنا امرنا بان احنا نتجاوز عن اخطاء بعض. هي ده دور المحيطين بيهم هنا. الشرع في 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 الاسلام وفي المسيحيه قرر القصاص، ولكن هنلاقي بعديها على طول والعفو. بس وربنا هو اللي بيجازي. حضرتك هنشبهها بحاجه بسيطه، يعني انا فقدت ايدي اليمين افقد الشمال كمان والله حافظ عليها. لا ده كمان في حاجه جميله، هو ابنها برضه. ده هو بدايه الخلق. بدايه الخلق اول جريمه تمت على الارض القتل. صح فعلا. بس يعني أبونا آدم إخوان. بس أبونا آدم يعني لو تمسك بالقصاص كان قتل القاتل. كناش وصلنا للدين. بس ما كانش النسل كمل. صح. بس وكانت الأرض يعني اختلفت عن الوضع ده تمام. سبحان الله. إحنا بنجد بكل آيات التسامح نعفو. وإحنا أنا على استعداد شخصية إن أنا أشيل كفني وأجي معايا لو حضرتك أمرت بده. وعارف ان اتدخل ناس كتير قوي، بس امانه
يعني امانه، وانا اثق في ان حضرتك في الاخر مش عايزه اكتر من حقك، وحقك اعتقد ان هو يعني على مستوى العالم كله. واتحبس 11 سنه من عمره، ودخل من مرحله سنيه لمرحله تانية، وعنده استعداد ينفذ كل اللي يعني اللي حضرتك هتطلبيه. واعتقد ان استاذ هاني قدم طلب غريب من نوعه، بس استاذ هاني قدم طلب انه يتم تنفيذ حكم الاعدام عليه في مصر وفقا لاتفاقيه التعاون المبرمه في 1983 الجريمه حصلت على ارض المملكه، ما هو يحق له التنفيذ، يبقى هنا يحق له وفقا للماده السادسه تنفيذ الحكم هنا، بس في حاله موافقه اهل القتيل. لا لازم يوافقوا اهل القتيل. لا 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 تقريبا. الله بص يا ريس، الاتفاقيه احنا انضمينا عليها في 2014 صح كده؟ الاتفاقيه دي موقعه في 1983، دخلت حيز التنفيذ 1985. استاذن حضرتك موضوع الاتفاقيات ده في كلام كتير. لا انا ما في اتفاقيات تانية برضو كتيرة لا تنفذ معايا. انا حافظها رايي. لا تنفذ معايا. لا انا هقول لحضرتك انا حافظها على حسب هو الفكره طلب حضرتك الاتفاقيات المتوقعه ولا اللي بتنفذها؟ لا لا ما احنا عندنا مشكله. لا ما هنخش ليها بعد شويه. المتهم لو طلب ان هو ينفذ العقوبه في مصر بيتحول. تم ابرام اتفاقيه اسمها اتفاقيه الرياض للتعاون. تمام. الاتفاقيه دي دخلت حيز التنفيذ 1985. في حالات تم مصر انضمت عليها في 2014. طيب حضرتك في حالات تمت بالفعل قبل كده؟ شروطها ان حضرتك يكون محبوس او محكوم عليه بحكم نهائي اللي باقي فيه اكتر من 6 شهور او الحكم نفسه اكبر من سنه. ما تقالش فيها حد اقصى. قال يحق لي انه يطلب تنفيذ الحكم في موطنه. تم قبل كده بالفعل وجه حد اتنفذ عليه في مصر او راح اتنفذ؟ انا عندي حساسيه في القانون. دي مشكله. بس طالما في القانون ما اسالش اتكرر ولا لا. وهو بالفعل اوريدي هو قدم طلب. عارفه اتقدم طلب ليه؟ عشان هو قال لك لو خالتي صممت ان انا اتقدم تحضر حكم الاعدام زي ما والدته هتحضر حكم الاعدام. لا حول ولا قوه الا بالله. بس فاحنا بنطلب منها العفو كل ايات التسامح. هو لو هتأدي الى التسامح ده احنا مش نطلب، ده احنا نناشد الدنيا كلها. لكن هو بشكل عام على فكره بالنسبه لا كان في احد المساجين هو صلاح الصفطاوي، يعني بالمناسبه حضرتك عارف قضيته. كنت انا قدمت طلب كده للنائب العام المساعد ان هو يتم ترحيله لمصر ان هو ينفذ العقوبه بتاعته، واخد 15 سنه. قال لي مفيش مشكله، الاتفاقيه بتنص على كده. ما دي قوانين بقى اكيد طبعا. لا الاتفاقيه بتنص مني ليها. لا انا سامع خلاص طالما بقى نهائي. يعني كان عندي حساسيه من اللي يقول اتفاقيه 2014، مش اتفاقيه 2014، هي اتفاقيه 1983. هي اتفاقيه الرياض مبرمه بس احنا انضمينا عليها كجمهوريه مصر العربيه. طيب ما هي 2014. هنا اسال حضرتك بقى يا استاذه اسماء سؤال. اتفضل. التحقيقات اللي حصلت هنا في قضيه المهندس علي ابو القاسم وتحقيقات النائب العام ما اعترفوش بيها في المملكه ليه؟ طالما في بيننا اتفاقيات. لا اعترف. لا هو لا في لا انا هقول لحضرتك اول على كلام مدام ابتسام زوجة المهندس علي ما اعترفوش بيها في رفضوا. لما هم طلبوا اعترف. ما انا هقول لحضرتك حاجه بس عشان الموضوع معايا. التحقيقات الاوليه لان المحضر كان محفوظ. بس عايزينكم معايا ابراهيم بس ما اعترفوش بيها. نفس النقطه. استاذ ابراهيم اهلا وسهلا. استاذ ابراهيم. السلام عليكم معالي المستشار. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع جنابك ابراهيم عبد الغفار دبور. اهلا وسهلا يا فندم. الله يبارك فيك. ازيك يا عم ابراهيم؟ عمري 72 سنه. ابن القوات المسلحه المصريه بالمعاش. عملت في مستشفى القوات المسلحه بالرياض. مهنتي فن طب طوارئ. وكان ليا باع كبير في جميع الاعمال الارهابيه لإنقاذ قوات الأمن الخاصة من بين أيدي الإرهابيين. نعلم دعم إبراهيم. ومن 15 سنة تاتوا من لما اتفجرت مبنى وزارة الداخلية السعودية، أنا الوحيد اللي ربنا وفقه إلى وضع سلم ما بين عمارتين يفصل بينهم شارع، وانقذت 3 من قوات الامن الخاصة. ما شاء الله. وانا بيطلق علي النار 3 مرات وانا بعبر على السلم، وانقذت الفرد الرابع من تحت، ووجهت قائد القوة الى اطلاق النار على 3 من الارهابيين. ما شاء الله. كانوا بيتصنعوا الموت علشان يفجرونا. عارف امرك. ولما معايا معاليك معالي المستشار. سامع طبعا عم ابراهيم. طيب. ولما طلبتني القياده السعوديه ل
موظفين صغار حقدوا وحسدوا على ذلك، وتم تجريمي بان انا مساهم بتزوير شهادة ماجستير لملازم سعودي بدون تحقيق وبدون تقديم للمحكمة هيئة الرقابة والتحقيق بالمملكة ادانت ابراهيم عبد الغفار دبور بانني مساهم في تزوير شهادة ماجستير بدون تحقيق وبدون تقديمي لمحاكمة لاثبات ادانتي او براءتي. معقولة؟ وصدر لي حكم مرتين اثنين لان انا تم اختطافي ووضعي في السجن لترحيلي علوة قبل النطق بالحكم. حكمين اثنين ضد وزارة الداخلية بعدم الترحيل، واخدت حكم ب 250 الف ريال سعودي ضد هيئة الرقابة والتحقيق بالمملكة اللي هي عندنا في مصر تبقى مسماها الرقابة الإدارية. خدت حكم ضدها ب 250 الف ريال سعودي. عم ابراهيم انت صرفت الشيكات يا عم ابراهيم؟ ولا صرفتش ولا مليم ولا ما خدتش حاجه يا فندم. مفيش ولا حكم اتنفذ يا عم ابراهيم. طيب ولا حكم اتنفذ يا فندم. عم ابراهيم انا طبعا انا اعرفك معرفه شخصيه واتشرفت ان انا قابلت حضرتك قبل كده، بس انا ممكن شكلي عجز شويه، انت عارف عوامل السن يعني، بس واتشرفت ان انا شفتك وعرفتك. انت من الناس اللي اتكرموا في المملكه العربيه السعوديه اثناء احداث الارهاب، وانا شفت ده بعيني، واتشرفت ان انا قابلتك قبل كده. بس لما حاولنا نعرف حضرتك مشيت ازاي، كان قالوا ان تقريبا كان في بلاغ غروب او عدم مخالفه لنظام الاقامه او حاجه زي كده. كلام بس صح يا عم ابراهيم؟ نعم اتفضل. اتفضل معاليك. اتفضل يا فندم سامعك. ايوه معالي المستشار، انا في قضايا شغاله ما بيني وبين اداره الخدمات الطبيه للقوات المسلحه، وما بيني وبين وزاره الداخليه، وما بيني وبين هيئه الرقابه والتحقيق. على مدار السنين اللي هم 12 سنه في القضاء السعودي، وتم اصدار حكم ليا. الحكم ده مر عليه 4 سنوات ولم ينفذ. تم اختطافي يوم 12/3/2018 من امام بيتي في الرياض، ووضعي في سجن ترحيلات الشماسي من تاريخ هذا اليوم. امل بنرجع يعني قعدت 4 شهور ونص محتجز في السجن. وبعدين كل اسبوع مرتين او ثلاثه اتنازل يا ابراهيم يا دبور عن ال 250 الف عشان تسافر بلدك، خليك هنا لحد ما تموت. وبعدين السفاره والقنصليه جم ليا كل مره بكره بعده لحد ما مر 4 شهور ونص محدش اتحرك، وانا اضربت عن الطعام الشهر ونص الاخير، شهر ونص واضرب على الطعام. تعلم المملكه وهذا مثبت عندهم، ما تمش تنفيذ الحكم وانا ما اتنزلتش. خلوني خارج من المستشفى بعد ما نقلوا لي المحاليل ورايح السجن تاني، حطوا القيود الحديديه في رجليا وفي ايديا ودوني على مطار الرياض على طول. والشخص اللي هو انا متهمه بان هو عمل هذه الجريمه بيا، والملك سلمان الله يديله الصحه والعافيه 4 مرات وقفت قدامه بخصوص هذه القضيه، وقال ابراهيم يرجع لي ويجي لي كل البيانات اللي هو بيقول عليها ازاي تعملوا فيه كده. ما ارجعونيش، سجنوني، رحلوني بدون اخذ حقوقي، معايا احكام قطعيه نهائيه. عم ابراهيم التنفيذ. عم ابراهيم اتفضل يا فندم. انا استاذنك طبعا يكون لي الشرف ان حضرتك تكون معايا ضيف في الحلقه الجايه. الموضوع طول يا عم ابراهيم، لان موضوعك انا والله حافظه كبير قوي يا عم، بس عارف ان الموضوع كبير جدا وهنناشد فيه براحتنا، فاستاذنك مع الاعداد سيب لي رقم التليفون وهنحدد معاك تكون ضيف علينا الحلقه الجايه. ومن افضل الضيوف اللي انا استقبلها عم ابراهيم دبور، لان الراجل ده ربنا يبارك فعلا تم تكريمه من قبل اعلى السلطات في السعوديه. 67 وحرب الاستنزاف، 73 بالظبط حضر في المملكه. تاريخ تاريخ في مصر وفي السعوديه. بس الفكره كلها طبعا زي ما كلنا عارفين كل الجهات الحكوميه في المملكه تم احلال فيها في الاول. شكرا عم ابراهيم طبعا.
استاذ ياسر معلش تاخد رقم عم ابراهيم وتنسق معاه للاستضافه. هي المشكله في المملكه زي مصر زي اي دوله في العالم، في صغار الموظفين مهملين، في بعضهم مختلس، في بعضهم بيعمل بالمجامله والمحسوبيه، في بعضهم غير مؤهل للمكان اللي هو فيه. واحيانا ده مش اتهام للمملكه على فكره، ولا الحكام احيانا المملكه على دماغها وقانونها على دماغها، احنا بيضيع حقوقنا بسبب ان احنا مش عارفين نطالب بها ازاي. لا وحضرتك كمان في موظف بيتوظف في مكان هو مش عارف هو متوظف ليه. انا معايا استاذ احمد هو من الرياض هاخد المكالمه. عم ابراهيم بس هو معاه محامي. استنى عليا شويه ياسر لحد ما اخلص استاذ محمود، لان كده استاذ محمود لسه عنده طلب مواضيع. معايا استاذ احمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك يا فندم احمد سعد، عايش في الرياض بقالي فتره. الله يبارك في حضرتك. انا كفيلي بلغ عني روب وانا على راس العمل 26/9/2017. وانا اشتغلت شهر، كنت شغال شهر 9 وشغال شهر 10 ونزل لي راتب شهر 9 في شهر 10، وطبعا معايا مبيعات وتحويلات بنوك، واشتغلت نص 11. ولما اشتغلت نص 11 وعرفت ان هو مبلغ عني هروب بدون وجه حق، انا رحت طبعا عشان ما يحصليش مشكله، رحت طبعا المكتب العمل عملت شكوى. تمام. لما عملت شكوى من شهر 11/2017، النهارده 11 او 12 في شهر 12 احنا 2019 اول، المحكمه ما عندهاش الا حاجه واحده بس، تعالى اتفضل امضي وقع وروح وبس، يعني تاجيل. طب ليه ما اعترضتش على بلاغ الهروب يا استاذ احمد؟ ما هو انا مقدم ان ده بلاغ كايد يا فندم. انت قدمت شكوى عماليه ولا قدمت ان ده بلاغ كايدي؟ ان ده كلام. قدم شكوى قبل ما يثبت ان كان موجود على راس العمل والميزانيه اللي كانت. قدمت يا استاذ احمد ان ده بلاغ كايدي، بس اللي المحقق اللي معايا ما طلبش مني ورق، ما قاليش هات ورقه، هو لا. بس تعالى اتفضل اقعد، هات اقامتك، يكتب ورقه التاجيل، صور، امشي بس. لكن حضرتك ما قدمتش الاوراق والمستندات، ما عملوش حاجه، ما قدمش الاوراق والمستندات دي. طب الدعوه دي منظوره الان؟ منظوره بالتاجيل بس يا فندم. يعني ايه بالتاجيل؟ يعني ما بس التاجيل، مفيش تحقيق يا فندم، بالتاجيل ما تمش الانهاء، يعني لا بالتحقيق يعني لسه متداول ولا لسه متداول. ما حدش قال له حاجه. طب استاذنك استاذ احمد معلش انا اسف، الشكوى اللي حضرتك عملتها دي شكوى عماليه. احنا المفترض لما بيكون في بلاغ هروب كيدي بروح اقدم على اسم اداره اسمها اداره التفتيش بمكتب العمل. بس بقول ان انا اتبلغ عني بلاغ كيدي وان انا عندي المستندات اللي بتثبت ان انا كنت موجود على راس العمل وبحطها عندها، بعيد خالص عن القضيه العماليه. يعني ده موضوع. انا مع حضرتك يا فندم، انا مع حضرتك. في اول حاجه انا عملت كده عشان في حاجه اسمها تصالح في الاول. لا مش تصالح، انت حضرتك لو كملت في الشكوى دي تقدر تاخد حكم الغاء البلاغ. دي تسوية في الاول بالتصالح. الحل الودي يا فندم في الاول، لازم في اول لازم حاجه في الشكوى قالوا لي في حاجه اسمها حل ودي. يعني حل ودي بالظبط. بعد كده هو ما جاش فحولني للقاضي، بقى يبقى في جلسه. بالظبط صح. هو بعد اذنك استاذ احمد، دي مش القضيه الوحيده معك الشركه اللي هو طبعا. فيها ده اكتر من واحد. شركة ايه؟ كم واحد مش لازم نقول اسم عشان لا يعني زي يعني هو يعني استاذ احمد مش الشخص الوحيد اللي بيتكلم عنه معروف في الشركه دي. هذا شركه لا اكتر من مصر، اكتر من مصر عنده نفس المشكله وهو على راس العمل معاه مستندات نفس الشركه وعمل نفس البلاغات وبلاغات ما زالت قائمه وبتتحال للتأجيلات. بس اتفضل استاذ احمد. مديري عمل خروج وعوده الساعه 11 الظهر، الساعة 2 الظهر اتلغى الخروج والعودة، الساعة 2 ونص اتبلغ عن هروب مدير مملكة، في شرع مين؟ حصل. طيب استاذ احمد استاذنك هتسيب لي الرقم في الكنترول وانا اخلص الحلقة وهنتواصل مع بعض ونشوف نقدر نعمل ايه انا وانت وكل الناس اللي بتساعدنا وبتدعم معانا الحالات. وبرضه انا بكرر تاني، شكوى مكتب العمل ليست هي الكفيلة بإلغاء بلاغ الهروب. الغاء بلاغ الهروب يتم تقديم الشكوى فيه الى اداره التفتيش بمكتب العمل، ولو رد على حضرتك وقال لك لا بلاغه صحيح بتطلع على الوزاره تقدم لمساعد الوزير للتفتيش بان تبلغ عن حضرتك بلاغ هروب كيدي بعيدا خالص عن مستحقاتك العماليه، ما تطلبش فيه مستحقاتك العماليه.
تطلب فيه الغاء بلاغ الهروب نظرا لكوني على قوه العمل وتحط اثباتاتك. اداره التفتيش ما ادتش لحضرتك حقك ولغت البلاغ، بتطلع على وزاره العمل مساعد الوزير لشؤون التفتيش بتقدم عنده الشكوى، ما اداش لحضرتك بترفع قضيه في المحكمه بتطالب بالغاء بلاغ الهروب. وكل ده حضرتك كل ده بعيدا تماما عن الدعوه العماليه، وانا قمت بيه بنفسي. ما هو فمحدش يقول لحضرتك ما بيحصلش. لا انا هقول لحضرتك حاجه، هو بيقول لحضرتك ان هو كان بيعمل كده، بس المفروض ان هو بيعمل تسويه الاول بالصلح، ده اجراء روتيني. ملهاش دعوه بالتسويه، التسويه دي ان انا رافع دعوه عماليه. انا دخلت رفعت دعوه عماليه بتحدد لها جلسه ما بيحضرش خلال اسبوع 10 ايام بتحدد لها جلسه ثانيه. استاذن حضرتك بس في الموضوع ده عندي تعليق صغير. اتفضل. مش كل المصريين اللي بره عارفين القانون. ما احنا عايزينهم يعرفوا. عارفين اللي احنا عايزينهم يعرفوا. عايزين يعرفوا. انا جاي لحضرتك في اللي جاي اهو. لما بيروح المصري هناك لموظف سواء في مكتب العمل او في وزاره التجاره او ايا كانت، المصري بالنسبه لنا بالنسبه للمملكه داخل المملكه بيتعامل على انه كذاب. طب دي مسؤوليه مين يا عم محمود؟ ومحدش بيسال عنه. طب انت النهارده مسؤوليه مين؟ انت النهارده خليت قرار نقولها ما تزعلش حد. اصل اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه. قولها يا استاذ. تعالى خارجيه المصريه سفاره وقنصليه. لما يحتويه من مناديب ومسؤوليه. الموظف استاذ محمود. الموظف وليست المؤسسه. والمندوب المندوب. الموظف والمندوب بتاع القنصليه. حضرتك في مندوب بيعمل له مندوب، يعني في حاجه مسمى في السفاره يقول لك مندوب السفاره. طب مندوب السفاره ده بيختار على اي اساس؟ مؤهلاته ايه؟ يعرف ايه في القانون؟ يعرف ايه في التعاملات حتى؟ في سؤال ولا شيء؟ في سؤال بعد اذن حضرتك بس، المندوب يعمل له مندوب. المندوب بيعمل له مندوب. الله. هو المندوب ده رئيس وزراء ولا حاجه؟ هو في بيعمل مندوب من الجالية. ده في مندوب مندوب. صح كده؟ هتوصل بيعمل مندوب من الجالية. طيب حضرتك مندوب النهارده مندوب لمندوب يعني حضرتك النهارده ضاعت هو يبقى مندوب استاذه اسماء. استاذه اسماء اتفضل. استاذ محمود لسه ما اتكلمش في مواضيعه. تمام استاذ محمد زمان الموضوع كبير، اصل هو جه على موضوع حساس قوي يعني الوقت اتسرق بس الوقت. فاستاذ محمود اهم نقطه عندنا يا استاذ محمد حسنيه، انت طبعا هتوعدنا قدام الناس ان انت هتيجي تاني ان شاء الله. يعني كده الوقت مش هي لا لسه ان شاء الله باذن الله معانا شويه اقل ناخد الاستاذ محمد حسنين حتى وبعد كده الاستاذ محمد اتفضل انا معاك. استاذ محمد حسنين شاب مصري سافر زي اي واحد فينا سافر. انا عن نفسي قعدت في الغربه 15 سنه، حب يكون نفسه ويكون اسره ويحسن دخله، مش عيب، كلنا بنخرج بره. اشتغل في شركه لحظه العسر وقع في انا بسميه غول غول جيزان. راجل اصله يمني استطاع بالتحايل والتلاعب انه يحصل على الجنسيه السعوديه. ده موضوع خاص بالمملكه على دماغنا من فوق مالناش فيه. بس احنا بنعرف ايه هو الغول عشان تعرف مدى دخوله في الشعب والمكاتب والموظفين الصغيرين داخل منطقه جازان بالذات. واصل جدا، مش واصل لامير او واصل للملك، لا واصل لصغار الموظفين اللي بينيموا المعاملات وكل شيء وقعد علينا بكره. خد عليها بقى سنه واثنين وثلاثه. استاذ محمد كام اتهام عنده؟ لا هو مش كام اتهام، هو كان متهمه باختلاس. مبلغ من ما هو الاختلاس ده تقريبا اتهموا فيه ثلاث اربع مرات، خد فيه مباراه. اتهموا في الشرطه واتهموا في رفع دعوه في النيابه ورجع لما اتضموا الاثنين على بعض واخذ براءه بعد ما عينه مكتب محاسبه واثبت بالاوراق اللي معاه محمد ان هو بريء، راح رفع دعوه ثانيه في القضاء. بعد ما خد براءه. بعد ما خد راح رفع عليه دعوه ثانيه في مكان ثاني. رفع دعوه ثانيه في القضاء السعودي. رجع بعد كده بقى بدا ايه التعاملات بقى؟ النهارده تتحدد جلسه السعوديه ما يروحش، وكيله ما يروحش. يرجع يروح يقول مثلا يطلب اي طلب، مباح له اي شيء. لكن انت كمصري بقى هناك ان غبت عن اي جلسه من دولك تاخد حكم فورا. عشان حضرتك اللي رفع. لا ما حضرتك اللي طب ما هو الوقت اخد حكم عليه لما طلع استغاث بالناس ما حدش سال عنه. بعت بركات لرئيس الجمهوريه لوزاره الهجره وزاره الخارجيه وبعت هناك برضه للسفاره والقنصليه ما حدش سال عنه، طلع استغاث، عمل فيديو استغاثه، هيعمل ايه؟ انت راجل بتموت فطالع بتقول الحقوني انا هموت. عمل على قضيه تشهير هناك اخذ عليه حكم بالحبس شهر و15,000 غرامه. طب الوقت له جلسات وكان له جلسه تسبش السفاره، الموضوع عايز تجيبه برضه ترتيب من الاول. الموضوع ده بيحاربوا الوقت انه يدخلوا السجن باي طريقه وقالب عليه الشرطه بمعارفه عشان يجي وقت الجلسه وما يقدرش يحضر. هتيجي تقول لي امتنع، ما هو طمع عندكم. وكان عنده جلسه امبارح ولا النهارده؟
عنده جلسه من الحد الجاي وكان عنده جلسه الاسبوع اللي فات في قضيه السب تغليظ السب اللي سب فيه سب محمد والمصريين والسفاره وراس الجمهوريه كمان. انا مستني الحكم ده بس يتايد وان شاء الله باذن الله. الحكم خلاص ولكن كان ونرفع عليه قضيه. القضاء السعودي نفس النيابه كانت عامله استئناف ضده لان الحكم بالنسبه للقذف المحصنات كان ضعيف. يعني حضرتك دلوقتي انا من حق ارفع عليه قضيه طبعا وحضرتك بس واحد ناخد الحكم ان شاء الله ناخد الحكم باذن الله ونرفع كلنا باذن الله. انا اول حاجه هرفع عليه مستشارين عشان يجهزوا لنا الموضوع عشان نعمل توكيلات ان شاء الله وانا بعتها لنا. كلمه اخيره استاذه اسماء. لا انا عندي حاجه بعد اللي قاله احنا بس كنا عايزين نتكلم على الاستاذ محمد بتاع الاحساء عشان خلاص هنتكلم. خلاص كده خلاص وقتنا خلاص كلمه اخيره يعني كلمه اخيره خلاص اتفضل حضرتك. انا كنت عايزاه يكمل بقى ادي له هو الوقت. حاجه ما اتكلمتيش فيها موضوعات بس خليها حلقه جايه احنا موجودين عندنا لسه موضوع هتقول لي احنا ما اتكلمناش. انا كنت عايزاه يتكلم اخيره وهتقول لي هتيجي امتى وهنفضل قاعدين لحد ما نمشوه. طيب احنا حضرتك دلوقتي بالنسبه بصفه عامه بنطالب ده مش طلب ده استغاثه طبعًا. ورجاء والم بنرفعه عن كل مصر عن كل اسره عن كل ام عن كل اخ عن كل اب للسيد رئيس الجمهوريه. عارفين ان مسؤولياته كبيره جدا وعارفين ان الحمل تقيل عليه ولكن بنقول لك يا ريس ولادك في المملكه العربيه السعوديه بتهانم ولادك محبوسين ظلم كتير في المملكه في السجون صح. ولادك ناس كتيره معرضه للقص والقتل ظلم ما بنقولش اللي قاتل هناك او اللي عمل جرم هاتوه لا احنا عايزين المظلوم بس المظلوم بس هو اللي يجي. محتاجين يا ريس طلب من سعادتك وانت عودتنا دايما ان انت بتستجيب للشعب والامهات بالذات والزوجات والابناء. محتاجين لجنه تشكل لجنه قانونيه من مصر تطلع تزور جميع السجون السعوديه وتراجع جميع الملفات اللي هناك. المظلوم بس وقف جنبه وهاتوه ساعدوه انه يرجع اللي هيرجع لمراته اللي هيرجع لامه اللي هيرجع لابنه اللي هيرجع باكمالها بتتهدم يرجعوا. مش عايزين اكتر من كده. الظالم خلوه في المملكه. هتجي لنا امتى تاني؟ مش عايزينه. هتجي لنا امتى تاني؟ فالمناقشه دي يعني المناقشه هتترقى اهم حاجه المناقشه دي عايزينها تاني. المناقشه طبعا احنا بننضم لك وكل صوت مصر شريف اكيد هننضم لك. يا ريت تنضم لك رئيس شخصيه. اعتقد ان اللي بيتنفس فينا والله الراجل ده ما بيسيبه. بس وان شاء الله باذن الله ان شاء الله ينتصر لكل مظلوم جوه وبره. لو كل مسؤول في مصر نفذ تعليمات الرئيس انا باحسن من كده كتير. وعايزين رقابه اداريه بقى لكل الناس. عايزين رقابه اداريه لينا بره من هالسلطه بره من هالسلطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونلتقي مواضيع ونشاركك فيها حلول اي برنامج تاني مش هتلاقيها. رحله نجاحك مع بعض هنبنيها معاك في